المنطقة اللوجستية اللي بتكلم عليها ديت، هو مين اللي هيشتغل فيها؟ هو أنا ناسي التجار بتوع براني وبتوع مطروح وبتوع منطقة الحمام اللي بيشتغلوا في إيه؟ وسوق كبير قوي من غير ما أتكلم في تفاصيل كتير. ما أنا قلت لكم أنا عشت هنا سنين وشايف ده، بس ده كان شغل حاجة، واللي احنا رايحين له حاجة تانية خالص. النهاردة في قدرة كبيرة جدا للمنطقة دي على النمو بالمشروعات اللي بتتعمل فيها. هتبقى بطيئة ليه؟ لأنها بتاخد وقت، بتاخد وقت. أرجع تاني للمقترح اللي انت قلت عليه. طيب أنا عايز أقول لك إيه؟ موضوع المية، موضوع المية موضوع مهم قوي، وأنا راجل دايما بتعامل معاكو ما اتكلمش إلا الصدق إن شاء الله. هو أنا لو في فرصة إن أنا أخلي الترعة ترعتين وتلاتة وأقدر أجيب المية من شرق مصر لغاية لما توصل لأي حتة، تفتكروا بفضل الله في حاجة توقفني؟ طب أنا هقول لك على حاجة، أنا عايزك وأنتوا هتشوفوا خلال شهور قليلة جدا افتتاح الدلتا الجديدة. طيب الدلتا الجديدة دي اسمعوا بقى، هي مش متاحة لكم؟ متاحة لكل مصري؟ احنا عملنا الجهد الكبير والارض هتبقى متوفرة. قد ايه؟ انت بتتكلم في 2 مليون فدان، بيتقال لي دلوقتي على في 700 الف فدان كده، انا ما اعلنتش عنهم خالص. ليه ما اعلنتش عنهم؟ لان احنا اول حاجه بتعمل مدق 200 كيلو كده يوصلنا لغايه هناك، ثم هنشوف هل في ميه تكفي زراعه الكميه ديت ولا لا، ولو في هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنزرعها ان شاء الله سبحانه وتعالى. ارجع بقى تاني عشان موضوع ان انا اقدر اوصل ميه لغايه سيدي عبد الرحمن او الضبعه او ده، طالما عندي الفرصه من غير ما تتكلم يا جبريل هوصل الميه. طب لو الميه ما جاتش في ترعه الحمام، مش هي ترعه الحمام لغايه المكان دوت، يبقى فيه ايه؟ يبقى انا حجم الميه المتاح ليا على قد زمام الزراعه اللي موجود لغايه منطقه الحمام او لغايه العالمين او لغايه الضبعه او لغايه مطروح. لازم تثق من كده. شوف احنا عاملين، لو انت متابع اللي بيتم في الدلتا الجديده، ترع فوق 80 كيلو و100 كيلو، فما جاتش، وترع ضخمه يعني مسطحها 30 متر عشان تاخد كميه ميه تكفي زراعه مليون فدان ولا اكتر. فانا مش ما عنديش مشكله لو في ميه. يعني انا لما يعني لما كلمت على سيوة عندها فرصة كويسة. ليه؟ عشان في عندها مية جوفية كويسة. بشرط. ايه الشرط؟ ان احنا ننظم هذا العمل بشكل علمي، لان اللي حصل في 35 سنة اللي فاتوا ايه في سيوة؟ ان احنا كمواطنين كل واحد عنده حتة ارض راح نازل على الطبقة السطحية بتاعت المية، فلما خد منها بدون علم يعني ما يعرفش، طلعت المياه المالحه عليه. لما طلعت المياه المالحه عليه بورت له ارضه وضيعت الشجر والنخل والزيتون اللي كان موجود. عشان نحل المساله دي، انا مش بعيد عن اللي انت قلت عليها جبريل بالمناسبه، لكن عشان نحل المساله دي الموضوع اتكلف 2.7 مليار.